السلام عليكم، وعليكم السلام. كيف الحال؟ مرحبا، مساك خير. الله يسلمك. يا مرحبا، شوفك يا حيا وسهلا. شاب شامس. نعم احمد، ايوه بالغانم نعم المسهلي. نعم، كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف صحتك؟ كيف حالكم؟ مساك خير. يا حيا وسهلا. يا مرحبا، شوفك. يا مرحبا، حياك الله. يا حيا وسهلا. اشتغلت؟ نعم مشتغل على اللبان. انا اللبان. نعم، هذه حياتكم من اول. هذه حياتنا من جد على ابو جد، وهذا شغلنا. نعم، وهذا المواطن كلها اكثر يشتغلها. نعم نعم، المكان صعب هنا شوية. والله مكان صعب. نعم، الشجرة انتو تتبعوها هلك وين ما تكون. أيوة، يعني في الوادي ولا في السهل؟ الوادي، جبل، وادي، حيث ما كانت. نعم، يعني بعض، حتى بعضهم في الصخور طالعين، يعني في الصخور أيه. وفي الجبال، رؤوس الجبال هذا ايه، كله. وين تنبت شجرة اللبان؟ هذا تنبت في ذي منطقة الظفار أكثرها، في النقد. في النقد وفي الشذر، باللي يسيل معنا من إلى يسيل إلى البحر. نعم، كلها موجودة، وإلى النقد، إلى يسيل إلى النقد. نعم، طايل، كلها مسؤولة، كلها موجودة. النقد اللي هو أقرب للصحراء. أيوة، اللي يسيل في الصحراء. نعم، والشزر اللي يسيل البحر، قريب البحر. اللي يسيل البحر، نعم، معنى السيل الحين. نعم، سيل من رؤوس الجبال ما يجي هنا له. ايه، ايوه كلها كذا. اللي يروح البحر تسموه الشزر. أيوة، شزر. ايوه، واللي يروح للصحراء النقد. الصحراء هذا النقد. نعم نعم، وفي كل هالاماكن. كل هالاماكن هذا شيء اشجار اللبان. كلها فيها اشجار. نعم، متى يبدا الموسم؟ الموسم ما الشجر، معنى ما الشذر. نعم، توقع عندنا خريف، اخر الخريف. اخر الخريف. اخر الخريف، وبعد ما ينتهي الخريف معنا تسعف، وبعدين تستمر فيه حتى يقرب الخريف يدخل. ندير اللبان وخلاص، خلها. اذا قبل الخريف. قبل الخريف. أيوة. شهر أربعة. ايوه، قبل الخريف. ايه، ندير منهن اللبان وخلهن، لان جيهن الخريف ما حد يستعملهن في الخريف. لازم يستعملونهن عند، اذا استعملتهن في الخريف يروح اللبان، يخربهم. بلاش يخربه الماء، يخربهم الماء، يخربه. نعم، اذا دخل الشتاء سوي لحمه زين له. نعم، سوي، احنا نقول عقير، سوي عقير، بعدين نقفه مع سير زين واللبان يتقلل. نعم، ندير منهن اللبان وخلهن. طيب الآن هذه شجرة. أيوة، يعني طبعاً كل نوع من الزراعات وكل نوع من المحاصيل لها أصولها ولها بداياتها ولها نهاياتها. هذه بداية الموسم تجيب الآلة هذه، إيش اسمها هذه؟ هذا منقف يقولون. منقف. منقف. إيه، على أساس تعمل الضربة الأولى. أيوة، أول الضربة الأولى نفسذج. توقيع. التوقيع. وبعدين تسعف، نقول احنا السعف. هذه الضربة الثانية. الضربة الثانية. بعد كم؟ اسبوعين، ثلاث؟ لا، بعد ازود. لان اذا مغرو فيها جسمها، فيها معنى اللحم. ايه. تعد الى 20 يوم والى 25 والى كذا. عشان الضربة الثانية. علشان الضربة الثانية. الأولى التوقيع، الثانية الثانية السعف. ايه. تقعد 15 يوم على الاقل، 15 يوم 16 يوم يتوسعفتها السعف. تبدا الثالث معنا. ايه، معنا معك ثلاث الحين. اول ايه، توقيع، بعدين السعف. السعف، بعدين ثلاث. ايش اسمها الثالثه؟ الثالثه نقول احنا النقف الثالث. النقف الثالث. ثالث. عادي يعني. ايوه، وممكن يكون الرابع. الرابع خلاص سوي اللبان، يطلع اللبان. يطلع زين. اللبان، يطلع اللبان زين. اللي في اللي في الاول، ترى الاول هذا يعني ما، الاول هذا ما تحتاجه. ما تحتاج. الثاني والثالث. الثاني تحصل ماشي، الثالث ما ينفع حل استخدام كذا للبيت. لا، يمكن تحصل من شيء قليل. ايه، لكن ما تحصل وايد. اما اخر. ايه، من الثالث والرابع وذو. نعم، استمر اللبان معك. نعم. ايوه. طيب بغانم. نعم، احنا بغيناك تتذكر اول زمان
كيف كان يعني، كيف تستقبلوا انتم الموسم؟ يعني كيف يبدأ معكم الموسم؟ من اللي يجي يشتغل؟ من اللي موسم يملك الأشجار ومن اللي يشتغل فيها وما يملك؟ أخبرك، هذا الموسم يعرفونها معناها موسم، كل اللبان يصدر برا، ايه والمحل ذولا كل إنسان ولحيازة، تمام. كل إنسان ولحيازة، ايه وني ما تعدى عليه كله، ايه والثالث ما يتعدى على ذاته، نعم، كل إنسان وله محل ولحيازة، كل واحد الحيازة مالك في معنى كل قبيلة أو كل نعم أو كل فرد نعم له حيازة، في السكون اللي ساكن فيه. كل سكون له ساكن فيه، ما حد يتعدى على حد، نعم ناس كلهم الحمد لله متعارفين وسارين على السالفة ذي. اي من جهة التصدير والشل يصدرونها برا، نعم والنفس ولا وأكثر البلاد عايشة عليه، صحيح، وعايشة على الثروة الحيوانية، وعاش على الزراعة، ما عندهم عيش إلا هذا. نعم. بروحكم تصنعوها هذه؟ بروحنا نصنعها. أجرب؟ قرب. ها؟ أيوة كيف قرب. مسكتها كذا؟ أيوة كذا؟ أيوة. يبغي لها الضربة عميقة شوية. يبغي ضربة. أيوة. كذا؟ لا لا. شوي طفل. ها شوي طفل. رحت داخل. لا لا ضربة أيوة. أيوة شوي يحتن ذا. تمشي هذه؟ تمشي تمشي، لكن شوي أنت غزرت. غزرت. أيوة. ايه حسب اللحاق. الله هذه طلعت شوية، هاي بعد فيها ريحة خفيفة يعني. ما ريحة فيها. ايه أيوة. طيب، إذا بغيت أنا اليوم آخذ شجرة اللبان وأزرعها عندي في بيتي ولا في مزرعتي ولا كذا، يعني يصير أزرعها؟ أيوة تزرع. نعم. تنزرع. أيوة. إيش تسوي؟ تقص عود؟ لا تقص عود هي الثور، لكن الثور كذا ما يسوي لها قدر، ضعيفة. ايوه اذا بغيتها الثور اي سووا الشجرة الصغيرة شتلة. وبعدين الشتلة اي وسووها منها معنى كلها، اي وبعدين سووا لها حفرة وبعدين حطها وزرعها، تكون نفس دي. زين، الشتلة تطلع بروحها كذا في البر؟ في البر ما حد، ما حد يزرع؟ هني في محل مغر لا ما حد يزرع، الله سبحانه وتعالى. نعم. الأنواع تختلف؟ أنواع النبات؟ أي نعم. إيش أنواعه؟ أنواع النبات تختلف. هذا النقد أحسن من هذا. يقولوا النقدي. النقدي زي. والحوجري. والحوجري هذا النص. وإيش بعد؟ هذا معنى السهل الهابطي. أي. أيوه. بس لا في لها أسماء ثانية؟ لا لا بس الحوجري، هم يقولون حوجري هذا مالي سدح ومالي هناك، لكن هو الحوجري كل هذا السحيرة الوسطية ذي هذا كله حوجري، هذا كله حوجري. وأما النقد هذا يتفضل عن عن جهة اللبان كله. نعم. يا الله يا الخبر، يا الله يا بحر الزين يا اللولو. كان حصرنا الأصيل ذاك النهار تمر مع ودنا من اللي شال الاسماك الحليه وكان حد هناك يبو بدله سيما كمزاري ابو محمد، يعني معناته صبح ابوري كلهم مستعجبين ذا السياره يا سياره. ما انا غريبه اتفق العسكري ما في رمي، لا في رمي، يقولوا لا اتفق برزه لا, لا في رمي، لا في رمي. هذه جاهزه هذه كلها؟ هذه جاهزه. نعم. الحين خلاص تضرب خلاص. ايه ايوه هذه كان تو مضروبه. هذا اذا بغى توقع. ايه توقع اول 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 ضربه، هذا اول ضربه هي التوقيع، اول ضربه هذا التوقيع. والثانيه ايش اسمها؟ والثانيه تقعد 15 يوم. ايه وبعدين جيت وسويت النقفه ذي. ايه وانذرتها. والثالثة؟ والثالثة مثل كم ضربة هم؟ وانت تحصل فيها أحسن الضربة الرابعة خلاص. أحسن واحدة إيش؟ أحسن واحدة الرابعة ومنك ساير. آه. وهي البانها مستمر. طيب واللي قبل الأولى والثانية والثالثة؟ الأول ما فيها شيء، ما طيبة، ماشي ماشي. طيب والثانية قليل، والثالثة فيها البان. هذه الحين هي مضروبة. هذه مضروبة. زين. هذا الرابع الحين. هذا. هذا الرابع الحين.
أوه طيبة. هذا طيب. أي. هذا أربع أدوار. هذه الضربة الرابعة. الضربة الرابعة. زين. الحين الضربة الخامسة هي خلاص. والحين استمر اللباء. لكن بعده طري يلصق. أيوة. بعد تبغي يوم يومين ثلاث يوم حتى أي. شوي اللباء. ويكون راطب لابد يكون راطب. يظل في الشجرة. يظل في الشجرة يكون راطب. إيه. حتى يندر. ومتى يجي بس لما يكون خارج الشجرة يمكن ولا؟ يمكن ثلاث يمكن أربع يوم خمس يوم. إيه. وحتى عشر يوم. نعم. يجي بس شوي. نعم. طيب الآن هذه كيف تطلعها؟ ورينا كيف تطلعها. أطلعها بزي ما نقص. أول سوي اللبان هذا. زين. هذه طيب هذه طلعت ويا القشور ويا هذا. هذا القشور ما في مشكلة هذا ولا. لازم يقعون فيه. تصفونها بعدين. تصفونها أيوة. والقشور إيش تسوي فيها؟ القشور. ترموها ولا. يرموها. ما تفيد في شيء. لا ما تفيد في شيء. هذا الحين. استعفت خلاص. كيف تبدأ من جديد؟ يعني ممكن مثلا اكثر من اربع مرات. ايوه استمر حتى ما تريد. هل انت معنا والعظم للحين اذا قرب العظم وقفها. اذا صرت عميق. ايوه داخل. ايوه على اساس ما تضر الشجره. وقفها وبعدين عند محزب اللبان. اندر اللبان وخلها. زين. وقعد منها ستة شهر سبع شهر. وبعدين تيد. بعدين إذا جيت ما تحط فوق هذا ولا تحط فوق هذا. حط في ثاني بقعة ثانية. ايه. ولا تي بس. طيب يعني السنة الجاية. السنة الجاية. السنة قلت لك السنة الجاية. ايه. لا تحط فوق هذا. ولا طيب. تحط هنا ولا تحط هنا. زين. بس سوي لها محل ثاني. طيب. شوف ذي محل ذا الحين. ايه. حط لي هنا. حط لي هنا. حط هنا. حط هنا. زين بتخلص الشجرة؟ ما تخلص لها. يعني انت السنة اخذت من هنا. ايوه. السنة الجاية ما تاخذ. السنة اللي بدي. ايه. معنى تاخذ. تاخذ مكان جديد. تاخذ مكان جديد. اذا تحس المكان جديد. ايه. ما تحس المكان جديد قرب على هنا. طيب بعد ثلاث خمس عشر سنوات ممكن ترجع المكان هذا؟ يمكن تخليها تستريح وقت. ايه. كم من وقت. كم سنة. اي كم سنة. سنة. ايه. تخليها تستريح. ايه. حتى تسوي لحم. هذا يسوي لحم. نعم. وبعدين تي تسوي من عند معنى شفت. نعم. روحك معنى انتيقة ل... ل... ايه. فيها لحم. شفت هذا الحين. نعم. شفت هذا الحين. ايه. هذه لو اول ضربة. هذه اول ضربة. زي الحليب. ايه والله. حليب اول. بس وهذا النوع. طيب زين هنا توقع يمكن بعدين هنا توقع. نعم. كم تعيش الشجرة كم سنة؟ الله يعلم. معيشة الشجرة ما 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 حد يضمنها إلا الله. اي يعني تقريبا. ايوه ما حد يضمنها. ما تدرى هذه الشجرة. ايه. شوف بعض من زمان السنين وهن ذا الحين الى ذا الحين عايشة. ابوانا خدموهن جدودنا ابوانا وحتى ذا الحين. انتوا ما تزرعون شجر جديد. الزقره ما تشرع. تخلوا اللي يطلع. هذه ما تزرع له. اي ما نزرعها له. يزرعها الله. مثل ما تنبت. نعم. شجره بهذا الحجم هذه الشجره في الموسم الواحد تقريبا كم كيلو تعطيك الله او الله. او الله. كم جونيه؟ الله يعلم. تقريبا الله يعلم. هذه ما عرقتي تجيب كيلو في الساعة يمكن ذي حضر كم الحين ذي تجيب كم كيلو؟ أي بس هذا قليل الآن. هذا قليل. لا لا مش هذا ما قليل. بعض ما تحصل فيه ولا شيء. نعم. أيوة. لكن على الموسم كامل. على الموسم كامل تحصل. يعني حصل. مثل هذه تطلع بخمس جواني؟ لا لا لا. كثير. خص. زمان أول قبل السيارات كيف تنقلون اللبان من هنا؟ للمدينة مثلا للتصدير. هذا يشلونه فوق ركاب. فوق ركاب من النقد ومن
كله فوق ركاب، ماشي سيارات. نعم. كله فوق ركاب حتى تجي بلاد. وكيف تطلع؟ قوافل؟ قافلة؟ أوقات قوافل وأوقات أفراد قليلة. كلها كذا برع للباء، كمية الباء. نعم. هذا. يعني الحين مثلا هذا المكان لغاية أقرب بلاد، أقرب مدينة إلى صلالة مثلا، كم كان يأخذ عليكم وقت لغاية ما توصلوا؟ لغاية هذا قريب، يمكن يوم. تشل أنت مني يمكن العصر قلت في بلاد على ركاب. أيوة على ركاب. حلو. وما هناك ثلاث يوم أربع يوم. نعم. فوق. نعم. المكان هذا ايش يسمى؟ هذا يقولوا لها منزله. منزله. ايوه. ويكونون فيه اصحاب البال. زين. واصحاب البال التركز علي مسؤول اول، صاحب المنزله وصاحب القفاء. ايه. وصاحب المعيشه. خلينا نشوف المكان زياده. يكون هم المنزله. صاحب المنزله. صاحب المنزله اللي هو التاجر. اللي هو التاجر وعنده البيع والشراء. ايه. وعندها معنى النقفاء يشتغلوا هذا الناس اللي يشتغلوا. ايوه هذا. ايه. ويتفرع منهم يتفرعون، يعطيه كل حد يعطيه معنى عرض، يقول انت اشتغلها لروحك. ايه. والمحيا تيوم به زين وديتوا به حتى تنتهي معنى العموله. ايه. يتقسموا نص لك. ايه. التاجر ولا. ايه. ومسؤول ونص لذاك. ناخذهم واحده واحده. المكان هذا يعني يعتبر اخر مكان في عمليه المنزله، في عمليه اللبان كلها. اللبان كلها. ايوه. لان هذا المكان هو المخازن. ايوه. هذا المخزن. ايوه. هذه كلها مخازن هنا. ايوه. يحطون اللبان في هالمكان، يحطون في هذا المكان، ويحطون قد يحطون متفرقه. اي اماكن اماكن مثل متفرقه. هذا. ايوه مثل هذا. ايوه. زين. يحطون في الاماكن كلها. تفضل تفضل انت. كم يوم كم يوم يجلسون هنا؟ ما هو حد يقعد على الطول حتى يندر اللباء اخر مره، يعني طول الموسم. طول الموسم حتى يندر اللباء. زين. معنى اندروا اللباء هو يستقسم النص وهو من النص. طيب صاحب المنزله هو صاحب هالمكان وهو التاجر اللي يسموه اليوم تاجر الجمله. ايوه. هو يشتري المحصول من الناس. هو ما يشتري. ها. هو انت مفهمت. هو يملك. هو يملك الاكل. ايه. وهو له نص اللباء. طيب له نص اللبان. له نص اللبان. وهو يقدم الاكل يوميا للمشتغلين. وهو يقدم الاكل يوميا للناس اللي يشتغلون اللبان. ايه. ايوه. ومن اللي يشتغلوا في اللبان؟ فقط اللي جايبين هذا؟ لا هم يقولون لهم نقفيه. زين. نقفيه هم اللي يشتغلوا. كانوا كثير كانوا قليل مثل ما كانوا. اصحاب المنقف. ايوه اصحاب المنقف. زين. يجمعون هنا المحصول، يضربون وكل واحد يحط محصول هالروحه. كيف يشتري؟ عندما جاءت النهاية. أي. نص الصحبة معنى العمولة. أي. نص له ونص ذاك. يوزنوا؟ يوزنوا شيء ميازين؟ يلا. إيش كانت الميازين؟ ميازين لوح اللي كذا. عود. عود يسوون فيه هنا. وفي معونين. وفي معونين. زين. ويوزنون فيه اذا معنى شتف سيده سيده خايطك لي. ايه. هذا شغلهم. خذ صاحب المنزله النص. نص. وخذوا كل المشتغلين النص. كل واحد نص له. كلهم ما يشتغلون ربع اهله كلهم، كل واحد نفسه. يعني انت تجيب كثير تجيب قليل، يمكن. ايه. بعض يجيب كثير. ايه. ما يرضون يخشرون بينال. ايه. يجيب كثير. طيب انت
جيت لصاحب المنزلة، جيت لصاحب المنزلة وجبت له كيس جونية واحدة. أنت اللي طلعت اللبان، كيف هو ياخذ النص؟ ليش ياخذ النص؟ يعطيك الأكل ايه، ويعطيك ماء وينفق، معنى ينفق عليهم. يعني كانت الحالة ينفق عليها، لأن ذي ما قدر يعده نفسه له. ايه النفق عليه، ايه النفقة ايه عليه، لكن اللبان له نصه، واللو نص اللبان مقابل انه هو يوفر لك النفقة، اللي يوفك الأكل والشراب وكل شيء. نعم ايوه نعم هذا زين. ومن هنا للمينا، من هنا للمينا. يا نعم. الله يعني مثل ما هو معروف ان اللبان العماني من آلاف السنين يصدر. الله اكبر، من آلاف السنين قبل بوانا وقبل دودنا وقبل يصدر، وصل لأوروبا، وصل للفراعنة، وصل لغزة، كل شيء. نعم. كل بلاد أكثر يصدر. نعم، والهند والدنيا وكلها. نعم اليوم وتأخذوا معوض فيه فلو أكل وملابس، وكانت بلاد ما عندها صناعة هلهي. نعم أيوه. يعني ما شاء الله كانوا كثير معتمدين على اللبان الناس. كانوا كثير. نعم ايه، لما كلها اشتغلها. نعم، وفي كل مكان مثل يعني الان بالنسبه اذا كان اهل النجد الان اهل 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 الوطن هنا اهل الشزر يصدرون من هنا اللبان. أيوة. من البحر بلغ الشيء. اهل النجد من وين ايش يسووا؟ يجيبوه على ركاب لهنا، على ركاب ويندرونه بلاد ويصدرونه، ونفس الشيء يجوا الى صاحب منزله. يا الله اكبر، كل شيء، كل شيء طبيعه كلها واحده. نعم. طيب شجره اللبان نفسها، يعني انتم تاخذون منها اللبان، يجي فيها مواسم فيها الحبوب فيها، وفيها مثل ما شفت زهر. مثل ما شفت ايه، فيها حبوب، اول حبوب صغار وذي الحين حبوب كبار قدهن، بعد الحبوب هذا تيابسن خلاص. حد يستفيد من هالحبوب؟ العسل؟ العسل يستفيد منها، النحل. النحل أيوة. ايه استفيد منها ذي الحين خلاص. نعم ذي الحين ما استفيد يشيله، اول استفيد قبل عدها صغير. ايه لكن ذي الحين خلاص ما عاد. نعم. منها فايدة. طيب يقولوا لبان ذكر، نسمع لبان ذكر، هل اللبان في ذكر وانثى؟ في ذكر وانثى. كيف؟ صح، ويقولون الذكر لبانها اصفر. اي والانثى ابيض. الله يعلم، انا من معنى اقول لك الله منه واعرفه ما اقدر. نعم. له يعني هي اللبان هي اللي ذكر وانثى. ايوه مو الشجره، فيها ذكر وانثى كله. ما على كله. الكلام ما على الشجره، ما على الشجره، على 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 الثمره. الثمره فيها. نعم. ذكر وفيها انثى. نعم يقولوا. نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير، ما قصرت. وانت ما قصرت. الوالد ابو غانم. نعم. شامس بن غانم المسهلي. ايوه سويت لنا جوله حلوه اليوم والله، قولتكم انتم حلوه وعرفنا اللبان زين، قولتكم زينه وكلامك انت زين. الله يخليك، وانا اشكر عليك في كل شد. احنا بالعكس سمعت. احنا استفدنا منك كثير. اشكر عليك في كل شد، وكلامك الله يخليك، وفي طيب وفي الكلام طيب وفي كل سيرتك. تسلم. جزاك الله خير. من طيبك انت، من طيبك. جزاك الله خير. بدينا من باللبانه، من اول النقف او التوقيع لغاية التصدير، حتى النهاية. نعم أيوة. وإن شاء الله تظل يعني هذه نعمة موجودة إن شاء الله. واليوم اللي يزور عمان ترى ما يطلع إلا شايل معاه لبان إن شاء الله، وشايل معاه حلوى. أيوة. وشايل معاه ما ورد. هذا اللي يشله من عمان. هذا أنا. نعم. هذا الحمد لله. نعم هذا زي. نعم مشكور، جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحسنت جزاك الله خير. من طيبك أنت. مشكور. أحسنت.